بالنسبة للديزيزز المتعلقة بالاميون سيستم بنربطها ب 3 مين كاتيجوريز. أول حاجة اللي هو بيبقى فيه تو ماتش اميون ريسبونس، وده بيؤدي في الآخر إن بيبقى فيه هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. تاني حاجة هو تو ليتل اميون ريسبونس، وده بيدينا في الآخر اميون ديفيشنسي، ومس دايركتد اميون ريسبونس اللي بيدينا في الآخر اوتو اميونيتي. دول الثري مين كاتيجوريز بتاعت الـ diseases of the immune system. في البداية في بعض الـ definitions نحب نقولها. أول حاجة عندنا اللي هو الـ immunologic tolerance أو الـ immune tolerance، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن unresponsiveness of the immune system to an antigen. تمام، يعني الـ immune system بيقابل antigen بيتعرف عليه بس ما بيديش اي ريسبونس. تمام، الـ state of unresponsiveness دي induced by previous exposure to that antigen. يعني ايه؟ يعني الـ immune system بيبقى متعرض من مرحلة سابقة او في فترة سابقة لنفس الانتيجين ده، خلاص، اللي هو ايه الـ specifically. المرحلة السابقة دي اتعرض الانتيجين ده، الاميون سيستم خد انهبيتور سيجنال ان هو لو شاف الانتيجين ده تاني ما يتعرضش ليه، فبالتالي هيؤدي لحاله من الايه الستيت اوف ان ريسبونسيفنس تو ذات انتيجين. خلاص، ده ببساطه اللي هو immunologic tolerance. تاني حاجه عندنا السيلف تولرانس. السيلف تولرانس دي عباره عن ايه؟ عباره عن tolerance to self antigens. خلاص، الاميون توليرانس ده حالة عامة سواء كان الانتيجين ده سيلف انتيجين او نون سيلف انتيجين، بس السيلف توليرانس مربوط بقصة ايه؟ بقصة التوليرانس تو سيلف انتيجين which is a property of normal immune system. تمام، طيب في حاجة اسمها تيلروجينز. تيلروجينز دي اللي هي بيسموها برضو تيلروجينيك انتيجينز، عبارة عن انتيجينز that induce tolerance. وفي بعد كده عندنا اللي هو الاوتوميونيتي. الاوتوميونيتي ببساطة عبارة عن less of self tolerance. يعني ايه؟ يعني بيحصل immune reaction against self antigens. ده ببساطة اللي هو تعريف الاوتوميونيتي. الليمفوسايتس عليها antigenic ريسبتورز سواء بي سيل ريسبتورز او تي سيل ريسبتورز، بتتعرف على الفورين انتيجين واللي احنا بنسميه اميونوجين، وبرضو في خلايا تانية الليمفوسايت تانية ممكن تتعرف على السيلف انتيجين اللي احنا بنسميه تيلروجين. في حالة ما بتتعرف على الفورين انتيجين او الاميونوجين هتدينا الاميون ريسبونس، وفي حالة ما بتتعرف على السيلف انتيجين او التيلروجين هتدينا اميون تولرانس. الاميون ريسبونس ممكن يبقى في التي سيلز يبقى اسمه تي سيل اميون ريسبونس، وممكن يبقى في البي سيل بيبقى الهيومورال اميون ريسبونس. برضو الاميون تولرانس بيحصل ممكن للتي سيل وبنسميه تي سيل توليرانس، وممكن يحصل للبي سيل وبنسميه بي سيل توليرانس. طيب التوليرانس لما بيحصل في الجينيراتيف او البرايمري ليمفويد اورجانس بنسميه سنترال توليرانس، والتوليرانس لما بيحصل في البريفرال او سكندري ليمفويد اورجانس بيسموه بريفرال توليرانس. بالنسبة للتي سيل سنترال توليرانس عندنا تو مين ميكانيزمز اللي هما كولونال ديليشن. تمام، ان هو بيحصل اندكشن اوف ابوبتوزس اوف سيلف رياكتيف تي سيلز. تمام، بيحصل لها ديليشن. الميكانيزم الثاني اللي هو اندكشن اوف تي ريكس. تي ريكس اللي هي ريجوليتوري تي سيلز، جزء من السيلف رياكتيف تي سيلز دي بيتحول بعد كده انه يبقى تي ريكس. تمام، regulatory T cells. تمام، قادرة ان هي تعمل inhibition للأذر autoreactive T cells.
بعد كده عندنا ال B cell central tolerance. في عندنا كذا ميكانيزم. اول حاجة اسمها receptor editing، ان هو بيحصل ان ال light chain بتاعت ال surface IgM اللي هو ال B cell receptor الموجود على ال immature B cells بيتغير، تمام؟ فبيعمل editing لل receptors، بيغير ال receptors عشان ال receptor الجديدة تبقى ما تتعرفش على سيلف انتيجين، تمام؟ طيب القصة الريسبتور اديتنج دي بتبقى في صورة كذا محاولة، لو بتفشل بتيجي بعد كده يحصل حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها كلونال ديليشن، شبه بالظبط التي سيلز، ان احنا بنعمل اندكشن اوف ايبوبتوزس للسيلز اللي هي بتبقى سيلف رياكتيف بي سيلز. الاوبشن الثالث يحصل حاجه اسمها انرجي، اللي هو فانكشنال ان ريسبونسيفنس، ان هي بتاخد انهيبيتوري سيجنال تخلي التي سيل دي مش شغاله بعد كده، تمام. بعد كده اخر حاجه اسمها immunological ignorance، دي هنتكلم عليها ان شاء الله لما نوصل للنقطه دي. بعد كده التي سيل بريفرال تولرانس، عندنا 3 مين ميكانيزمز اللي هم كلونال ديليشن اوف سيلف رياكتيف تي سيلز، او السبريشن باي ريجوليتوري تي سيلز، او يحصل حاجه اسمها انرجي او فانكشنال ان ريسبونسيفنس هنتكلم عليها بعد كده. البريفرال تولرانس بيحصل فيه برضو بريفرال بي سيل تولرانس بيحصل فيه برضو 3 مين ميكانيزمز اللي هم كلونال ديليشن، انهيبيشن اوف سيلف رياكتيف بي سيلز، والانرجي، تمام. دول بشكل عام كده المين ميكانيزمز اللي بيبقى فيهم الاميون تولرانس، المفروض بقى هنشرح كل واحده منهم بالتفصيل. طيب في حاجه اسمها جنرال فيتشرز اوف اميون تولرانس، ايه هي الفيتشرز بتاعت الاميون تولرانس؟ عندنا 5 فيتشرز هتكلم عليهم. اول حاجه ان هو only elimination او inactivation of lymphocytes that express high affinity receptors for self antigens. يعني عشان يحصل elimination or activation للreactive lymphocytes دي لازم يبقى ليها high affinity receptors، ما تنفعش low affinity، لازم high affinity receptors for self antigens. features عندنا هي ان الاميون تولرانس بيبقى انتيجين سبيسيفيك. يعني antigen specific يعني كل السيلز اللي have the same antigen specificity كلها هتبقى tolerated للانتيجين ده، تمام، طالما هي carry the same antigen specificity. وبرضو معناه ان هو مش ان هو immune system tolerated لانتيجين معين هيبقى tolerated لكل الانتيجينز، لا، هو tolerated لانتيجين معين ده ممكن يبقى مش tolerated لانتيجين تاني، ده معنى كلمة antigen specific. تالت نقطة في الفيتشرز اللي هي types of immune tolerance، عندنا central tolerance وده اللي بيحصل للimmature self reactive lymphocytes at the generative lymphoid organs زي الثايمس أو البون مارو، تمام. وفي بعد كده peripheral immune tolerance، ده بيحصل في الماتيور بقى الماتيور سيلف رياكتيف لينفوسايتس ات ذا بريفرال ليمفويد اورجانس او سكندري ليمفويد اورجان، زي ايه؟ زي الليمف نودز والسبلين والميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشوز. رابع فيتشر عندنا اللي هو الميكانيزمز اوف اميون تولرانس، عندنا في اكتر من ميكانيزم ممكن يحصلوا، الميكانيزم ده بيختلف اكوردنج حسب لو هي بي ولا تي سيل، ولو التولرانس ده سنترال تولرانس ولا بريفرال تولرانس، تمام. كل ده بيغير في كل نوع من دول دي ميكانيزمز معينه. ان جنرال كده الميكانيزم بتنحصر في حاجه من الاربعه دول، الريسبتور اديتنج اللي هو الخليه السيلف رياكتيف بتغير الانتيجينيك ريسبتور بتاعها من سيلف رياكتيف ريسبتور لنون سيلف رياكتيف ريسبتور، تمام. واللي بيحصل الموضوع ده اكتر في البي سيلز، سنترال تولرانس،
مش بتحصل في التي سيلز ومش بتحصل في البريفرال تولرانس. فيجي في الامتحان يقول لك في الام سي كيو البريفرال تولرانس بتاع التي سيلز بيحصل في وان اوف ذا فولوينج او اول اوف ذا فولوينج اكسبت، بحط لك في النص مين الريسبتور اديتنج. دي طبعا هي الايه، هي دي الاجابه اللي انت هتختارها على اساس ان هو الوحيد اللي مش بيحصل في الـ في التي سيلز. تاني ميكانيزم عندنا اللي هو الكلونال ديليشن، اللي هو اندكشن اوف ايبوبتوزز اوف اوتو رياكتيف ليمفوسايتس. بعد كده الميكانيزم الثالث اللي هو الانرجي، اللي هو اندكشن اوف فانكشنال ان ريسبونسيفنس، تمام. وبعد كده الميكانيزم الرابع اللي هو سبريشن او انهيبيشن اوف اوتو رياكتيف تي سيلز، نتيجه كذا حاجه، نتيجه ان هي تاخد سيجنال انهيبيتور سيجنال، او في التي سيلز مثلا بتبقى مفيش الكوستيميليشن اللي هي سيجنال 2، فبالتالي بيحصل ايه سبريشن او انهيبيشن للاوتو رياكتيف ليمفوسايتس. الفيتشر الخامس عندنا اللي هو ممكن ان انا استخدم الاميون تولرانس كبوسيبل ثيرابيوتيك استراتيجي في حالات معينه. زي ايه؟ زي الناس اللي عندها اوتو اميون ديزيزز، الالرجيك ديزيزز، في حالات الترانسبلانتيشن سواء السوليد اورجان ترانسبلانتيشن، او في حالات الستيم سيل ترانسبلانتيشن، تمام. ممكن كمان في الجين ثيرابي بروتوكولز بنحتاج البرنسبل ده عشان الجسم بيبقى في نيو جينز انتروديوسد للجسم، فبيبدأ يحصل لها اكسبريشن ببروتينز معينه. البروتينز دي بتبقى غريبه عن الجسم، فمحتاجين الاميون توليرنس في الحاله دي، تمام، عشان نعود الجسم على النيو اكسبريسد بروتينز، جين بروتينز. بعد كده عندنا اخر حاجه اللي هي ايه، في حالات مثلا لما بعمل انجكشن لسبيسيفيك بروتينز لناس ديفيشنت البروتين ده، زي حالات مثلا الهيموفيليا، بنديهم فاكتور 8، تمام. الفاكتور 8 ده لو الجسم ديفيشنت فيه ممكن يحصل اميون ريسبونس. احنا بنعمل اندكشن للاميون توليرانس عشان الجسم يبقى ما يعملش اميون ريسبونس اجينست الفاكتور 8 اللي هم بيحتاجوه الهيموفيليك بيشنتس. اول حاجه هنتكلم عليها هي تي سيل توليرانس. قلنا قبل كده عندنا سنترال تي سيل توليرانس وعندنا بريفرال تي سيل توليرانس. سنترال induced in immature T cells، واللوكيشن بتاعه في البرايمري ليمفويد اورجانز بتاعت ال T cell development اللي هي الثايموس، بينما البريفرال تولرانس induced في الماتيور T cells واللوكيشن بتاعه في السكندري ليمفويد اورجانز زي الليمف نودز والسبلين والميكوزال اسوشيتد ليمفويد تيشو. نتكلم عن الميكانيزمز بتاعت السنترال تي سيل تولرانس. اول ميكانيزم عندنا هو الديليشن باي ابيبتوزيس، او بيسموه نيجاتيف سيلكشن. النيجاتيف سيلكشن ده احنا خدناه في الدرس بتاع تي سيل ديفلوبمنت، وقلنا بيحصل بوزيتيف سيلكشن او نيجاتيف سيلكشن او اجونست سيلكشن. خلاص، النيجاتيف سيلكشن بيحصل في ايه؟ في الخلايا اللي بتتعرف على السيلف انتيجنز وذ هاي افينيتي with high affinity، تمام. ال negative selection ده بيحصل فين؟ بيحصل ممكن يبقى في thymic cortex لل double positive T cells، double positive T cells اللي هي عليها CD4 و CD8 في نفس الوقت، تمام. دي مرحلة من مراحل ال development. يبقى في thymic cortex اللي بيحصل induction ل apoptosis لل double positive T cells اللي هي present سيلف، اللي هي بتقدر تتعرف على السيلف انتيجين، تمام. وبيحصل برضه فين؟ في الثايميك ميديولا، اللي هي بتبقى في اي مرحله في الديفلوبمنت تي سيل ساعتها؟ بتبقى في السنجل بوزيتيف تي سيلز، يعني يا اما تبقى سي دي 4 يا اما تبقى سي دي 8، تمام. برضه السنجل بوزيتيف تي سيلز دي لو اتعرفت على سيلف انتيجين بريزنتد ليها في الثايميك ميديولا يبقى كده برضه هيحصل لها ايبوبتوس. طيب امتى او ازاي التي سيل دي، تمام، بيتعرض عليها الانتيجين في الثايموس؟ يعني هي دلوقتي الانتيجينز موجوده في البودي تيشوز كلها، تمام. لقوا ان هي كل الانتيجينز دي الموجوده في البودي تيشوز بتتعرض على الديفلوبمنت تي سيلز،
بيقدر تشوفها كلها، والخلايا اللي هي بتبقى سيلف رياكتيف في جزء منها بيحصل له ايه، بيحصل له ديليشن باي ابوبتوسيس. تمام، مين الخلايا بتعمل بريزنتيشن بقى؟ حسب المكان، الثايمك كورتكس، الدبل بوزيتيف تي سيلز بتعمل لها بريزنتيشن للانتيجين عن طريق حاجه اسمها كورتيكال ثايمك ابيثيليال سيلز. ونفس القصه في الثايمك ميديولا، تمام، السنجل بوزيتيف تي سيلز بتعرض عليها الانتيجينز، او مين بيعمل لها بريزنتيشن؟ برضو الميديولاري ثايمك ابيثيليال سيلز. يعني الابيثيليال سيلز الموجوده في الثايمس، الثايمك كورتكس او الثايمك ميديولا، وظيفتها ان هي تعرض او بريزنت ديسبلاي الانتيجينز للايه، للديفلوبمنت تي سيل، سواء كانت في الكورتكس او كانت في الميديولا. تمام، في كمان في الميديولا اذر سيلز اذر ذان الميديولاري ثايمك ابيثيليال سيلز، زي الدندريتك سيلز والماكروفاجز اللي هي اوريجينيتد اصلا من البون مارو. تمام، بتحصل لها بتسيركليت في البلاد وبتوصل للثايمس وتبقى ريزيدنت هناك. تمام، دي برضو بتشارك في البرزنتيشن. خلاص، تمام، للانتيجين سيلف انتيجينز دي. يبقى نقولها تاني كده معلش، يبقى عندنا السيلف انتيجينز بريزنتد للدبل بوزيتيف تي سيلز في الثايمك كورتكس عن طريق الكورتيكال ثايمك ابيثيليال سيلز. تمام، والسيلف انتيجينز برضو presented to the single positive T cells the thymic medulla by the medullary thymic epithelial cells أو bone marrow derived dendritic cells and macrophages. تمام، في عندنا two main factors determine the induction of negative selection. عشان يحصل ال negative selection ده محتاجين two factors. أول حاجة ان ال presence of antigen in the thymus، لازم الانتيجين ده الموجود في اي جسم، في جزء من البادي تيشوز، لازم هو كمان بريزنتد للثايمس عشان يحصل نيجاتيف سيليكشن. تمام، طب بيوصل ازاي الثايمس؟ زي ما قلنا بريزنتد باي لوكال اكسبريشن عن طريق السيلز اللي قلنا عليها، او ديليفرد باي ذا بلود. تمام، الافيلابيليتي للانتيجينز بتاعت التيشوز الموجودة في الثايمس دي بتسمح ان احنا نختبر الخلايا اللي هي developing immature T cells، نختبرها في السيلف رياكتيفيتي. خلاص، تمام، دي اول حاجة ان الانتيجين بتاعنا يبقى موجود في الثايمس. تاني نقطة اللي هو ايه، الافينيتي اوف developing T cells للايه، للانتيجين ده، للاوتو انتيجين ده. خلاص، لو هو هاي افينيتي يبقى في الحاله دي على طول هيحصل ايه، هيحصل كلونال ديليشن. يبقى هم دول التو فاكتورز اللي بيعتمد عليهم في نيجاتيف سيلكشن، الافيلابيليتي للاوتو انتيجين الثايمس، وفي نفس الوقت الافينيتي اوف ديفلوبينج تي سيل، تمام، للسيلف انتيجين ده. خلاص، دي نقطه. النقطة اللي بعد كده هنتكلم عن الأوتو أميون ريجيليتور. إيه الأوتو أميون ريجيليتور ده؟ اختصاره AIRE، أوتو AI أميون ريجيليتور RE. تمام؟ أوتو أميون ريجيليتور ده عبارة عن ترانسكريبشن فاكتور. موجود فين؟ موجود في الميدالري ثايمك إبيثيليال سيل نيوكليوس. تمام؟ خلاص، وظيفته إيه بقى الـ ARE ده؟ الترانسكريبشن فاكتور ده وظيفته إن هو induce الاكسبريشن، اكسبريشن لايه؟ لحاجه اسمها tissue restricted antigens، TRA، tissue restricted antigens عباره عن antigens restricted لتيشوز معينه. تمام، يعني مثلا للبنكرياس يبقى في بنكرياتيك antigens، في الثايرويد thyroidal antigens، في اي specific tissue، تمام، في antigens موجوده فيه. هو وظيفه الاوتوميون ريجوليتور ده كترانسكريبشن فاكتور ان هو يعمل ترانسكريبشن لكل التشو ريستريكتد انتيجينز دي
فين؟ في الثايمس، فين؟ عن طريق الميديلاري ثايمك ابيثيليال سيلز. عشان تعمل تيستنج للاماتيور تي سيلز، هل هي تشوف هل هي اوتو رياكتيف ولا لا. تمام، يبقى ده اللي هو قصه الاوتو اميون ريجوليتور، تمام، والتشو ريستريكتد انتيجنز. تمام، طيب لقوا ان ايه كمان؟ لقوا ان لو في ميوتيشن في الاوتو اميون ريجوليتور ده، بيحصل حاجه اسمها اوتو اميون بولي اندوكراين سندروم تايب 1 APS1، اوتو اميون بولي اندوكراين سندروم تايب 1. خلاص، ده كاركترايزد باي ايه الديزيز ده؟ بالمخ كده على طول. ده عباره عن اوتو اميون ديزيز، عشان مليان الجسم بقى مليان سيلف رياكتيف او اوتو رياكتيف تي لينفوسايتس. تمام، عباره عن هتلاقي فيه ايه بقى؟ هتلاقي فيه بقى سيل ميديتد اميون ريسبونس وهيومن اميون ريسبونس affecting المالتيبل اندوكراين اورجانز. تمام، زي ايه؟ زي الباراثايرويد، زي الادرينال، زي البنكرياتيك ايلاندز. القصه كلها ان دي كلها اصلا كانت في تشو ريستريكتد انتيجنز ليها، وعشان هو في ميوتيشن في الاي ار اي، فما حصلش اكسبريشن للتشو ريستريكتد انتيجنز دي للديفلوبينج اماتيور تي سيلز. فبالتالي طالما هو ما حصلش اكسبريشن ليها، ما حصلهاش نيجاتيف سيلكشن، ما طلعت بعد كده في البريفرال بلاد سيلف رياكتيف تي سيلز، بدات بقى تهاجم كل الاندوكراين سيستم الموجود. تمام، ده اللي هو اسمه اوتو اميون بولي اندوكراين سندروم تايب 1. ميكانيزم عندنا اللي هو ديفرنشيشن تو ريجولاتوري تي سيلز تي ريجز. تمام، يعني الخلية بعد ما كانت ماتيور تي سيل، ومش ماتيور بس، سيلف رياكتيف تي سيلز كمان، هاخدها لصفي واقول لك انت سيلف رياكتيف، بتتعرفي على السيلف انتيجنز، انا هخليكي معايا. تمام، تتعرفي لي على السيلف انتيجنز، واي خلية تانية تتعرف على السيلف انتيجنز جنبك اعملي لها ايه؟ ريجوليشن او انهيبيشن. خلاص، تمام. فبدل ما هي كانت خلية هتطلع اوتو رياكتيف تي سيلز، لا، انا ضمتها بحيث تبقى زي العسكري او الضابط اللي بيحمي المكان وعارف المشكلة ايه. تمام، عشان كده سموها اجونست سيلكشن. اجونست سيلكشن، بدل ما هي كانت هتطلع اماتيور سيلف رياكتيف تي سيلز، لا، انا ضمتها لمجموعة الريجوليتوري تي سيلز. تمام، عشان تحارب وجود اي سيلف رياكتيف تي سيلز بعد كده. تمام، هنفهم الميكانيزم ده بالتفصيل في صورة هوضحها لكم دلوقتي، هتبقى واضحة لكم أكتر. فدي بيسموها agonist selection، إن أنا اخترت الـ immaturity cells تبقى agonist للـ immune system عشان يقدر يتعرف أكتر على الـ self reactive T cells. تمام؟ طيب، إيه مواصفات الـ T regulatory T cells دي؟ ليها مواصفات طبعًا، اللي هي immune phenotyping بتاعها CD4 positive، CD25 positive، فوكس بي 3 بوزيتيف. تمام، الثلاث حاجات دول في طبعا اميونو فينوتايبنج تاني اللي هي في كذا اميونو فينوتايب، بس ده من الحاجات المشهوره قوي في الايه، في الريجوليتوري تي سيلز. يعني هي اساسا سي دي 4 ديفلوبد فروم دبل بوزيتيف تي سيلز، هتتحول لسي دي 4، يبقى هي اساسا سي دي 4 مش سي دي 8. تمام، بعد كده سي دي 25 بوزيتيف. سي دي 25 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانترلوكين 2 الفا ريسبتورز. الانترلوكين 2 ده عباره عن الانترلوكين 2 ريسبتورز، اللي هي بتبقى بايننج للانترلوكين 2. خلاص، عباره عن ثلاث اجزاء. تمام، او ثلاثه تشينز، حاجه اسمها الفا تشين، وحاجه اسمها بيتا تشين، وجاما تشين. الالفا تشين بتاعتنا هي سي دي 25 دي. خلاص، الانترلوكين 2 اتسلف ده عباره عن جروث فاكتور للتي سيلز، بيخليها ايه؟ بيخليها تقدر تكبر وتنمو. بس ايه بقى، في نقطه هنا، ان الاماتيورتي سيلز دي ما بتعتمدش في وجودها على الانترلوكين 2، بتعتمد في وجودها على سيتوكاينز تاني زي الانترلوكين 7 مثلا. تمام، الانترلوكين 2 ده مهم للماتيورتي سيلز، او ما بيحصل اكتيفيشن ليها الانترلوكين 2 بيخليها تكمل وسرفايف وبروليفريت وقصص دي كلها. خلاص، تمام.
بس الانترلوكين 2 مهم لمين؟ مهم للديفلوبمنت بتاع الريجولاتوري تي سيلز. خلاص، يبقى الانترلوكين 2 هل هو مهم للماتيور تي سيلز؟ لا، مهم لمين؟ مهم للديفلوبمنت اوف ريجولاتوري تي سيلز. تمام. طب الماتيور تي سيلز، الانترلوكين 2 مهم طبعا ليها. تمام. فهو الانترلوكين 2 علاقته بالتي سيلز العاديه الكونفشنال تي سيلز علاقته بيها بس اثناء الاكتيفيشن بتاع النايف تي سيلز. خلاص، بس اثناء الديفلوبمنت ملوش اي علاقه، بينما ليه علاقه بالديفلوبمنت بتاع الريجولاتوري تي سيلز. مش بس الديفلوبمنت، ليه علاقه كمان بالفانكشن بتاعت الريجولاتوري تي سيلز وهنشرحها دلوقتي. تمام. فقصه السي دي 25 دي اللي هو انترلوكين 2 ريسبتور الفا تشين دي خلاص فهمناها. بعد كده في ترانسكريبشن فاكتورز اسمه فوكس بي 3، ده مهم جدا في الماتيوريشن بتاع الريجولاتوري تي سيلز. خلاص، فدي كده ايه، دي كده باختصار الريجولاتوري تي سيلز. يبقى احنا اتكلمنا عن حاجتين، حاجه اسمها كلونال ديليشن باي ابوبتوزيس للحاجات اللي هي بتتعرف على هاي افينيتي، بتبقى ليها هاي افينيتي بايندنج للسيلف انتيجنز، او ديفرنشيت تو ريجولاتوري تي سيلز، ودي سميناها اجونست سيلكشن. في ناس بتقول ان الاجنس سيلكشن ده نتيجه مش بقى مش هاي افينيتي، مودريت افينيتي. في ثيوري طالعه كده تقول لك ان هو لو في مودريت افينيتي هتبقى اجنس سيلكشن، لو هاي افينيتي هتبقى نيجاتيف سيلكشن، لو مايلد او لو افينيتي ممكن تبقى بوزيتيف سيلكشن. خلاص تمام. فهي دي كده، دي ثيوري طالعه بس مش متاكدين منها طبعا، ما فيش اي اثبات ليها. تمام. بس فهو بيقول لك ازاي بتبقى الخلايا بتبقى يا اما تتحول لنيجاتيف سيلكشن او اجونست سيلكشن. دي صوره ظريفه خالص. تمام. بتوضح ايه؟ بتوضح انجي بريزنتنج سيل اهي، بريزنت ايه؟ بريزنت اوتو انتيجنز عن طريق الام اتش سي كلاس 2، بريزنت نفس الاوتو انتيجنز لمين؟ لتو سيلز، الريجولاتوري تي سيلز اللي هي بتتعرف على سيلف انتيجن، وسيلف رياكتيف سي دي 40 سيل عاديه خالص. تمام. سي دي 40 سيلز بتتعرف على سيلف انتيجين اهي. خلاص، هما الاثنين بيتعرفوا على سيلف انتيجينز. تمام. اللي هو بريزنتد باي انجي بريزنتنج سيلز على الام اتش سي 2 مولكيول. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيبقوا الاثنين جنب بعض كده، بتبدا تي سيل بتعمل سبريشن للاوتو رياكتيف تي لينفوسايتس، وده واحد من الميكانيزمات بتاعتها. في كذا ميكانيزم، ان هي مثلا بروديوس اللي هو انهبيتوري سايتوكاين زي تي جي اف بيتا. تمام. والانترلوكين 10. في ميكانيزم تاني اللي هي ان هي عليها سي دي 25 اللي هو لسه قايلينه حالا، اللي هو انترلوكين 2 ريسبتور الفا تشين. خلاص. احنا قلنا الانترلوكين 2 ريسبتور عباره عن 3 تشين، الفا وبيتا وجاما. السيتوكاين ريسبتورز بتاعت الانترلوكين 2، انترلوكين 2 سيتوكاين ريسبتورز موجوده على السي دي 4 العاديه، عباره عن بيتا تشين وجاما تشين بس، فدي تبقى هاي لو افينيتي ريسبتورز. بينما الانترلوكين 2 ريسبتورز الموجوده على الريجوليتري تي سيلز عليها الثلاثه. تمام. الالفا والبيتا والتشين، عشان كده هي سي دي 25 بوزيتيف. خلاص، ده بيخلي الانترلوكين 2 ريسبتورز هنا هاز هاي افينيتي فور انترلوكين 2. خلاص، فلو في انترلوكين 2 موجود هيتسحب من السي دي 40 سيلز عشان هي لو افينيتي للانترلوكين 2، يروح للريجوليتوري تي سيلز اللي هي فيها الالفا تشين اللي بتخلي الانترلوكين 2 ريسبتورز عليها تمتاز بالهاي افينيتي، يعني تسحب كل انترلوكين 2 ناحيتها، فبالتالي مفيش اي جروث فاكتور او انترلوكين 2 سيجنالز للنايف تي سيل دي اللي هي ريكوجنايز سيلف انتيجنز، فبالتالي مش حقيقي، مش هيحصل لها اكتيفيشن بعد كده. ده واحد تاني من الميكانيزمات المشهوره بتاع الريجوليتوري تي سيلز. خلاص. نتكلم بعد كده على البريفرال تي سيل توليرانس اللي هو قلنا بيحصل فين. بيحصل في بيحصل للماتيور تي سيلز اللي هي موجوده في السكندري لينفويد اورجنز زي الليمف نودز والسبلين والميكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو. عندنا ثلاثه ميكانيزمز مرتبطين بالبريفرال تي سيل توليرانس. اول ميكانيزم عندنا هو الديليشن باي ابوبتوزيس، كلونال ديليشن اوف سيلف رياكتيف ماتيور تي سيلز باي ابوبتوزيس. خلاص، زي بالظبط ما بيحصل في السنترال تي سيل تولرانس. تمام. الميكانيزم ده عندنا تو مين ميكانيزمز. اول حاجه الانترنسيك باثواي اوف ابوبتوزيس،
وفي الاكسترنسك باثواي اوف ابوبتوس. الانترنسك باثواي ده بيحصل ازاي؟ نتيجه انكريز البرودكشن اوف برو ابوبتوتيك بروتينز وديكريزد البرودكشن اوف انتي ابوبتوتيك بروتينز. خلاص، زياده البرو ابوبتوتيك ونقص الانتي ابوبتوتيك بيؤدي في الاخر للايه؟ ان القصه تمشي في سكه الابوبتوسيس. خلاص، طب ايه اللي بيخلي الابوبتوتيك تزيد والانتي ابوبتوتيك تقل؟ حاجه اسمها سيرفايفل سيجنال. سيرفايفل سيجنال بتيجي منين السيرفايفل سيجنال دي للتي سيلز؟ بتيجي عن طريقين. اول حاجه الكو ستيميليشن اللي هو سي دي 28 بايندنج للبي 7 مولكيولز. خلاص، ده اسمه كو ستيميليشن. دي اول سكه. السكه الثانيه اللي هي جروث فاكتور زي الانترلوكين 2. انترلوكين 2 لو موجود تمام بيعمل بايندنج ريسبتور فوق يدي سيجنال من تحت، دي اسمها سيرفايفل سيجنال. خلاص، يبقى ايه بيحصل هنا؟ ابسنس اوف سيرفايفل سيجنالز في الايه؟ في الانترنسيك باثواي اوف ابوبتوس. خلاص، طيب في الاخر خلاص المحصله النهائيه لقصه الابسنس اوف سيرفايفل سيجنالز بيحصل حاجه اسمها disruption of mitochondrial membrane. هيحصل leakage للميتوكوندريال بروتين اشهرهم السيتوكروم سي اللي هو بيروح من الميتوكوندريال ميمبرين للسيتوسول. ده بيبدا كاسكيد اوف حاجه اسمها كاسكيد اوف اكتيفيتي. يبتدي بحاجه اسمها كاسبيز 9 انزيم، يبتدي سلسله كده كاسكيد لغايه ما يوصل في الاخر البرودكشن اوف ابوبتوس او اندكشن اوف ابوبتوس. ده بالنسبه للانترنسك باثوي. تمام، طب الاكسترنسك باثوي؟ الاكسترنسك باثوي بقى ان هي التي سيلز تاخد حاجه اسمها ايه بقى؟ تاخد حاجه اسمها ديث سيجنالز. ديث سيجنالز يبقى في الانترنسك باثوي تمام في absence of survival signals، في الاكسترنسك باثوي في induction of death signals. death signals دي بتبقى عن طريق حاجة اسمها death receptors وأشهرهم اللي هو الفاس والفاس ليجند. الفاس اختصار FAS اختصار لكلمة factor of apoptotic signal FAS تمام، اللي هو بيسموه CD25 تمام. خلاص، بيحصل كو اكسبريشن للفاس والفاس ليجند الاثنين على الانجيو بريزنتنج سيل والسيلفر اكتيف تي ليمفوسايتس تمام. الاثنين بيكسبريزد على الاثنين، بس عشان انتيجين بريزنتنج سيل عندها ابوبتوتيك انتي ابوبتوتيك بروتينز كتير ما بيحصل ما بتموتش، بس بيموت مين بقى؟ بيموت اللي هو السيلفر اكتيف تي سيلز اللي هي ما عندهاش سيرفايفل سيجنال. فبتلاقي الديث سيجنال ريسيفد ديث سيجنالز عن طريق البايندنج بتاع الفاس بالفاس ليجند بيؤدي في الاخر الى ان يحصل ايه بقى؟ يحصل كاسكيد تاني، يبتدي بحاجه اسمها كاسبيز 9 وكاسبيز 10 سوري كاسبيز 8 وكاسبيز 10. خلاص، يدوا في الاخر اندكشن اوف ابوبتوس. يبقى الانترنسك باثوي ده بيعمل في الاخر ستيميليشن للايه او اكتيفيشن للكاسبيز 9. الاكسترنسك باثوي بيعمل اكتيفيشن للكاسبيز 8 والكاسبيز 10. خلاص تمام، يبقى دول الطريقين الكبار بتوع الابوبتوزيس، الانترنسك باثوي اللي هو فيه ابسنس اوف سيرفايفل سيجنال، والاكسترنسك باثوي اللي هو فيه اندكشن اوف ديث سيجنال. تاني ميكانيزم هنشرحه اللي هو الانرجي او الفانكشنال ان ريسبونسبلنس. يعني الماتيور سيلف رياكتيف تي سيلز بتبقى في حاله من الفانكشنال ان ريسبونسبلنس، مفيش اي استجابه اجينست ايه لاي انتيجنز تمام. دي اللي هي بيسموها الانرجي فانكشنال ان ريسبونسبلنس. نورمالي التي سيلز العادية عشان تبقى functionally responsive محتاجة تو ستيمولاي على الأقل اللي هما سيجنال 1 وسيجنال 2. سيجنال 1 دي اللي هي الانتيجين ريكوجنيشن، سيجنال 2 اللي هي كوستيمولاتوري سيجنال اللي هي بايندنج للسي دي 28 الموجود على التي سيلز مع البي 7 مولكيولز اللي هي موجودة على الانتيجين بريزنتنج سيلز. دي بيسموها كوستيمولاتوري سيجنال. خلاص، هي عايزة التو سيجنالز دول.
وجود السيجنال 1 اللي هي انجل ريكوجنيشن، وعدم وجود السيجنال 2 اللي هي كوستيميليشن، يؤدي في الاخر للي هي الحاله اللي بنسميها انرجي اور فانكشنال ان ريسبونسيفنس. تمام. طيب بيحصل ايه بقى؟ بيحصل هنا عندنا ان السيجنال 1 بتبقى تفضل زي ما هي، بس مش بتدي اي تاثير. خلاص. زي ايه مثلا؟ في حالات اللي هي الانترابشن اوف تي سي ار سيجنالينج، في الحالات اللي زي كده بيحصل حاجه اسمها اكتيفيشن اوف يوبيكوتين لايجيز. يوبيكوتين ده بروتين، خلاص. لو تفتكروا اللي هو المقابر اللي بتتهد في السيده زينب وكده، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحطوا على الحاجه اللي عايزه هدم يكتب عليها قرار ازاله، ويحطها في دايره اكس وجواها دايره. ده يا جماعه اسمه يوبيكوتينيشن عندنا احنا في المناعه، اللي هو تعلم الحاجه دي عشان يجي حد وراك يبوظها او يكسرها او يشيلها. خلاص. اليوبيكوتين لايجيز ده عباره عن انزيم اسمه لايجيز، بيعمل لايجيشن لليوبيكوتين بروتين بالبروتينات التانية اللي في الايه في الجسم، بحسها يعمل لها زي ماركينج فور ديستراكشن. تمام. ماركينج يعني اعلمها بعلامه عشان يجي الطاحونه او المفرمه اللي هي اسمها بروتيوسوم الموجود جوه السيلز يبدا يفرم الحاجه دي، يتخلص منها. خلاص. تمام. زي البلدوزرات كده اللي شالت التراث الاسلامي اللي هناك يعني. خلاص. فهو اللي هو ايه؟ ازاله ودايره جواها علامه اكس، هي اليوبيكوتينيشن. تمام. الموظف اللي هو عمل الدايره جواها علامه اكس عشان ازاله، هو بالظبط اللايجيز اللي هو عمل يوبيكوتينيشن ده، اللي هو حط اليوبيكوتين، والدايره اللي جواها علامه اكس هي اليوبيكوتين دي. تمام. اللي هو البروتين اللي انا لما بيشوفه البروتيوسوم يبدا يهد ويبدا يكسر ويبدا يطحن الدنيا. خلاص. ففي عندنا حاجه اسمها يوبيكوتين لايجيز، ده انزيم بيروح لاي حاجه عايزه يعمل لها ديستراكشن في الجسم، يوم حطت لها مولوكيول كده اسمه يوبيكوتين بروتين. تمام. تيجي المفرمه اللي هي البروتيز، اي بوليبيبتايد تشين او اي بروتين موجود عليه يوبيكوتين، يبقى ده واخد له قرار ازاله على طول. تمام. فهي نفس القصه كده. ايه اللي بيحصل بقى عندنا احنا في قصتنا دي؟ ان احنا بيحصل السيجنالينج مولوكيولز اللي هي لما تيجي الانجل ريكوجنيشن بيدي سيجنال. تمام. بيحصل بايندنج، بتدي سيجنال حاجه اسمها تيروزين كاينيزس، بتبقى في انزيماتيك كاسكيد لغايه ما يحصل ان في اكتيفيشن للتي سيل في الاخر. السيجنال دي تمام بيحصل لها انترابشن عن طريق الانزيم اللي هو يوبيكوتين لايجيز. كل السيجنالينج مولوكيولز اللي المسؤول عن الكاسكيد ده يجي اليوبيكوتين لايجيز، يقوم ايه معلمها باليوبيكوتين كده. تمام. يحط يوبيكوتين هنا يوبيكوتين هنا، دي كلها يحصل لها ديستراكشن، فتبقى موجودة عندي السيجنال موجودة، بس السيجنال ما بتوصلش للآخر. فهو الانجل ريكوجنيشن موجود، بس السيجنال بتاعته مش بتوصل للآخر. خلاص. فده أول حاجة اللي هي inhibition of signal 1 عن طريق الانتربشن اوف تي سي ار signaling باي ذا اكشن اوف يوبيكوتين لايجيز.
طيب تاني حاجة بقى اللي هو بيحصل ايه؟ بيحصل inhibition of signal 2. signal 2 اللي هي الكوستيميليشن. خلاص الكوستيميليشن قلنا بتحصل البايندنج CD28 الموجود على التي سيلز مع البي 7 مولكيولز الموجودة على الانتيجين بريزنتنج سيلز. خلاص ايه بقى اللي بيحصل بقى؟ الميكانيزم ازاي بقى؟ تمام، اول ميكانيزم عن طريق مولكيول اسمه سيتلافور. سيتلافور ده سايتوتوكسيك تي لينفوسايت Associated Antigen 4. خلاص سيتلا 4 أو اسمه كأمينو فينوتايبنج اللي هو CD152 اللي هو CD152. خلاص تمام، ايه اللي بيحصل عندنا هنا؟ اللي بيحصل عندنا هنا ان هو المولكيول ده one of the CD28 family، من عيلته وشبهه الاستراكشر، مشابه جدا لسي دي 28. خلاص مشابهه يعني ايه؟ يعني يقوم ممكن يعمل بايندنج للبي 7 مولكيولز اللي سي دي 28 بيعمل لها بايندنج. فهو كده كومبيت، بيحصل كومبيتيشن ما بين السيتلا 4 مع سي دي 28 على البي 7 مولكيولز. خلاص ففي كومبيتيشن ما بينهم، فهيحصل ايه بقى؟ في ديفكتيف كوستيميليشن. خلاص مش كده بس، مش كومبيتيشن بس، الكومبيتيشن بتزيد لما تعرف ان هو قادر ان هو يعمل بايندنج للبي 7 مولكيولز وذ هاي افينيتي، مش عارف عشرات المرات عن الايه الافينيتي بتاعت السي دي 28 بالبي 7. فهو مش بس بيعمل كومبيتيشن عاديه، لا ده كمان هو عنده هاي افينيتي للبي 7 مولكيولز. تمام، فده بيأثر على الكوستيبيشن اكتر. في كمان حاجة تاني ان هو deliver inhibitory signal، مجرد ما هو السي سيتلا 4 ده يعمل binding للبي 7 مولكيول deliver inhibitory signal، تقول تي سيلز ايه يحصل لها inhibition. خلاص فده ده 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 inhibitory molecule مهم جدا في السيناريوهات بتاعتنا. في inhibitory molecule تاني اسمه ايه؟ PD1 اللي هو programmed cell death 1. بي بروجرامد سيل بعد كده ديث 1 اللي هو بالفلو بنسميه سي دي 279. خلاص ده برضو موجود في الاكتيفيتد تي سيلز. خلاص وموجود ايه بكميه كبيره، ممكن الاي اكسبريسد على السيلف رياكتيف تي سيلز. خلاص ايه وظيفته بقى البي دي 1؟ برضو شبه في الاستراكشر للمين للسي دي 28. تمام، شبه في الاستراكشر بس ما بينافسوش على البي 7 مولكيولز، لا بيعمل بايندنج لمولكيولز تانية اخوات او متشابهين للبي 7 1 وبي 7 2. هما الاثنين اللي هما بيسموهم بي دي ال 1 اللي هو اختصار البي دي ليجند 1 وبي دي ال 2. خلاص الاثنين دول شبه في الاستراكشر البي 7 1 والبي 7 2. في الاخر خالص هيديني انهبيتوري سيجنال. خلاص تمام، للايه؟ للتي سيلز. تمام، يبقى انا عندي تو مولكيولز اقواهم طبعا السيتلا 4. الاثنين مولكيولز دول الاثنين شبه السي دي 28، ده بيعمل كومبيتيشن مع السي دي 28 على البي 7، في نفس الوقت بيرديوس بيعمل انهبيشن للايه؟ للتي لينفوسايت. ده شبه سي دي 28 بس ما بيعملش كومبيتيشن، بيعمل بايندنج لمولكيولز تانية شبه البي 7 مولكيولز اللي هي بي تي ال 1 وبي دي ال 2. خلاص شبه البي 7 1 والبي 7 2 مولكيولز انتجن بريزنتنج سيلز. اول ما بيبقى بايندنج ليهم بيعمل اكتيفيشن انهبيتور سيجنال برضو للتي سيلز. الانهبيتور سيجنال دي في الاخر بيحصل لي في الاخر ان بيحصل لها انهبيشن، وبتخش ممكن معايا في الايه في حالة الفانكشنال ان ريسبونسيفنس اللي اتكلمنا عليها. الميكانيزم الثالث في البريفرال تي سيل تولرنس اللي هو سبريشن باي ريجولاتوري تي سيلز او تي ريجز. تمام، قلنا لسه من شويه تي ريجز دي عباره عن ايه؟ عباره عن سي دي 4 بوزيتيف تي سيلز. خلاص تمام، الامينو فينوتايبك بتاع سي دي 4 بوزيتيف، سي دي 25 بوزيتيف، وفوكس بي 3 بوزيتيف. قلنا السي دي 4 تمام
عشان هما الاتنين هي بتتعرف زي ال CD40 cells على the same antigen presenting cell اللي بريزنت ايه اللي هو السيلف انتيجن. خلاص زي الصورة اللي شرحناها دي اللي هو الاتنين جنب بعض ودي بتعمل انهيبيشن لدي. خلاص عليها CD25. CD25 طبعا ليه رول كبير، ان هو عرفنا ان هو بريديوز هاي افينيتي ريسبتور للانترلوكين 2، وده بيبقى ديفكتيف في الكونفنشنال تي سيلز، تمام؟ فبالتالي بتسحب الانترلوكين 2 جروث فاكتور ناحيتها، تمام؟ وتحرمه من مين؟ بتحرمه من التي سيل اللي هي الاوتو اكتيف اللي بيحصل لها ايه في الاخر ديث. طيب بعد كده قلنا الفوكس بي 3، تالت حاجه الفوكس بي 3 ده عرفنا ان هو ترانسكريبشن فاكتورز بيبقى ريكوايرد للديفلوبمنت والفانكشن بتاع الريجريتري تي سيلز. والفوكس بي 3 ده لما بيحصل في ميوتيشن بيدينا اوتو امين ديزيز معين كده اسمه ايبكس. ايبكس اي بي تقيله اي اكس، اي اللي هي اميون ديسريجيليشن، البي اللي هي بولي اندوكراينوباثي، والاي اللي هي الانتيروباثي، وبعد كده الاكس في الاخر ان هو اكس لينكد سندروم ايبكس، تمام؟ ده اللي هو ايه بسبب الديفيشنسي بتاع او الميوتيشن بتاع الفوكس بي 3. الريجوليتري تي سيلز بتعمل عندها كذا ريجوليتري ميكانيزم، تمام؟ نشرحهم تاني كده بالتفصيل. اول ميكانيزم فيهم قلناه اللي هو production of inhibitory cytokines، تمام؟ زي الانترلوكين 10 وتي جي اف بيتا. السيتوكاينز دي جنرال انهبيتور سيتوكاينز بتعمل انهبيشن للاميون سيستم كله مش بس السيلف رياكتيف تي سيلز، بس هي وجود التي ريجز بجانب التي سيلز السيلف رياكتيف تي سيلز على الانجين بريزنتنج سيل بيخليها قادره انها توصل الانترلوكين 10 وتي جي اف بيتا، بيحصل انهبيشن للسيلف رياكتيف تي سيلز. طيب بعد كده عندنا ان ده اول ميكانيزم اللي هو ايه البرودكشن اوف انهبيتوري سايتوكاينز. تاني ميكانيزم عندنا اللي هو السيرفيس اكسبريشن اوف سيتلا 4 مولكيولز اللي لسه بنحكي عليها، تمام؟ موجوده على التي ريكس وقلنا عندها هاي افينيتي للبي 7 مولكيولز، فايه فوجودها جنب الايه جنب السيلف رياكتيف تي سيلز على الانتيجن بريزنتنج سيل يؤدي الى انها تسحب كل البي 7 مولكيولز ناحيتها، فبالتالي بيحصل ديفكتيف كو ستيميليشن للسيلف رياكتيف تي سيلز اللي جنبيها، وبالتالي بيحصل لها زي فانكشنال ان ريسبونسيفنس، تمام؟ وسبريشن. ثالث ميكانيزم عندنا الانترلوكين 2 ريسبتور الفا اللي هي CD25. قلنا انترلوكين 2 ريسبتور عبارة عن 3 مولكيولز الفا وبيتا وجاما. الالفا دي موجودة بس فين؟ في التي ريكس، مش موجودة في الايه في السيلف رياكتيف تي سيلز. الالفا تشين لما تبقى موجودة بيبقى فيه هاي افينيتي للانترلوكين 2 بايندينج. الالفا تشين لو مش موجوده بيبقى فيه لو افينيتي، تمام؟ التي ريجز عندها هاي افينيتي عشان عليها الانترلوكين 2 الفا ريسبتورز اللي هي سي دي 25، بينما السيلف رياكتيف تي سيلز عندها اللو افينيتي ريسبتورز اللي هي الانترلوكين 2 ريسبتور من غير الالفا تشين. خلاص وفي الاخر يؤدي الى ان هي هتسحب كل الانترلوكين 2 ناحيتها، خلاص زي ما عملت في السيتلا 4 كده، فبالتالي هيحصل لها جروس هي التي ريكس، ومش هيحصل جروس وسرفايفل لمين؟ للرياكتيف تي لينفوسايتس. يبقى ثلاثة ميكانيزم أساسيين في التي ريكس، أول واحدة البرودكشن أوف انهبيتور سايتوكاينز، تاني حاجة سيرفيس اكسبريشن أوف سيتلا 4 مولكيولز، تالت حاجة سيرفيس اكسبريشن أوف هاي ليفلز أوف انترلوكين 2 ريسبتور ألفا تشين اللي هي سي دي 25. طيب نتكلم بعد كده عن البي سيل توليرانس. البي سيل توليرانس قلنا في ميرو دومينو نوعين، سنترال توليرانس وبريفرال توليرانس. السنترال توليرانس بيبقى انديوزد في الماتيور بي سيلز، البريفرال انديوزد في الماتيور بي سيلز. السنترال توليرانس مولوكيشن بتاعه في البوم مارو اللي هو البرايمري ليمفويد اورجان بتاع البي سيلز،
وموجودة في الـ peripheral tolerance، موجود في الـ secondary food organs زي الليمف نودز والسبلين والميكوزا associated lymphoid tissue. بالنسبة للـ B central tolerance عندنا كذا ميكانيزم. الميكانيزم الأولاني عندنا اللي هو receptor editing، تمام. عندنا احنا الـ B cell أثناء الـ development بيتكون لها بي سيل ريسبتور اللي هو بيبقى عبارة عن السيرفس اي جي ام مولوكيول. السيرفس اي جي ام عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيفي تشين وعبارة عن لايت تشين. الهيفي تشين عندها variable region واللايت تشين عندها variable region برضو، خلاص. الاندجين بايندنج سايت، تمام، بتاع السيرفس immunoglobulin ده بيتحدد بايه؟ بيتحدد بالاثنين، الفاريبل ريجون بتاع اللايت تشين والفاريبل ريجون بتاع الهيفي تشين مع بعض، خلاص، اوكي، تمام. الفاريبل ريجون ده بيتحدد ازاي؟ تمام، عن طريق حاجه اسمها خدناها قبل كده في الديفلوبمنت، اسمها جين ريكومباينيشنز. عباره عن اللي هو الفاريبل ريجون عباره عن كذا سيجمنت قلناهم، اللي هي في سيجمنت ودي سيجمنت وجي سيجمنت، خلاص. في حاجه اسمها ريكومباينيشن بيحصل ما بين السيجمنتس دي، بتدينا في الاخر الفاريبل ريجونز. الريكومباينيشن ده بيحصل عن طريق انزيمز اسمها ريكومباينيزز. الريكومباينيزز دي ليها جينز بتديها، اللي هم اسمهم راج جينز، اللي هي راج 1 وراج 2 جينز. دول الجينات دي بتبقى اكتف في فترات معينه في الديفلوبمنت بتاعت البي سيلز. بتبقى اكتف امتى؟ لما الاماتيور بي سيل تبدا تصنع الهيفي تشين واللايت تشين، خلاص. طيب انا الراج جينز دي اكتيفيتد، يعني بيت اوبند وحصل ان هي بدات تو اكسبريس الريكومباينيز انزيم اللي هو عمل الريكومباينيشن بتاع الجين سيجمنتس بتاعت الفاريبل ريجونز، وادانا في الاخر فاريبل ريجونز لللايت تشين وفاريبل ريجونز للايه للهيفي تشين، خلاص، اللي هم كونوا لنا الاندجين بايندينج سايت، خلاص، اوكي، تمام. لقينا ان الخليه دي سيلف رياكتيف، البي سيل اللي عليها الاميونوجلوبولين ده السيرفس اميونوجلوبولين، لانها سيلف رياكتيف. تعمل ايه بقى الاماتيور بي سيل ساعتها؟ تبدأ تعمل حاجة اسمها ريسبتور اديتنج، تمام، خلاص. تنشط الراج جينز من جديد بعد ما هي كانت مش متنشطة، ويبدأ تحصل تعمل اكسبريشن تاني للريكومباينيز انزيمز، وتبدأ تعمل ريكومباينيشن للجين سيجمنتس بتاعت اللايت تشين بس من جديد، مش الهيفي تشين، اللايت تشين بس، خلاص، تمام. بعد ما تعمل الريكومباينيشن بتاع اللايت تشين هتتكون لي لايت تشين جديده بفاريبل ريجون جديد، خلاص. اللايت تشين الجديده هتعمل بايندينج للهيفي تشين اللي هي اوريدي موجوده. الفاريبل ريجونز بتاع الهيفي واللايت تشين الموجود، تمام، اللي هو بيحصل له بقى ايه؟ ابديتنج، بيتغير، والاندجين سبيسيفيسيتي بتتغير، وبالتالي ممكن تبقى كده بدل ما هي كانت اوتو رياكتيف بي سيلز ممكن ما تبقاش اوتو رياكتيف، خلاص. فده بيسموه ريسبتور اديتنج، ان هي الخليه البي سيلز بتبدا تعيد تشغيل الجينز اللي هي الراج جينز تاني، وتبدا تصنع لنا نيو لايت تشين، لايت تشين بس مش هيفي تشين، تمام، بفاريبل ريجون جديد، خلاص. واللي هو بيبقى يعمل ايه بقى مع الاي جي ام، مع الهيفي تشين الموجود بتاع الاي جي ام، يبدا يغير في الانتيجين سبيسيفيسيتي بتاع الريسبتورز الموجوده، تمام. ده اسمه ريسبتور اديتنج، ده اسمه ريسبتور اديتنج. بيقول لك ايه بقى؟ ان هو it is estimated that about 25 to 50% of mature B cells of normal of a normal individual may have undergone receptor editing.
during their development. تمام، 25 لـ 50% من ال mature B cells في الإنسان النورمال، تمام، بيحصل لهم receptor editing. تمام، ولقوا إن مفيش أي evidence لل receptor editing موجود في developing T cells حتى الآن يعني. تمام، تاني ميكانيزم عندنا اللي هو ديليشن باي ابوبتوزيس. تمام، السيلف رياكتيف ماتيور بي سيلز في البومارو بيحصل لها ديليشن باي ابوبتوزيس لما تستنفذ عدد مرات الريسبتور اديتنج بتاعتها. تمام، وفين في الاخر ان هي تعمل انتيجينيك ريسبتورز نوت اوتو رياكتيف، بيحصل لها ديليشن باي ابوبتوزيس. تمام، تالت ميكانيزم عندنا اللي هو الانرجي او الفانكشنال ان ريسبونسيفنس اللي بيحصل في الاماتيور بي سيلز السنترال تولرانس. تمام، بيحصل ايه بالظبط؟ بيحصل ان هو الانتيجينيك ريسبتورز اكسبريشن از ريديوسد. تمام، بدل ما هي حاطه سيرفيس امين جلوبولين بيبقى الاكسبريشن بتاع سيرفيس امين جلوبولين عليها اللي هو بي سيل ريسبتورز بيحصل له ريدكشن. الاكزاكت ميكانيزم مش معروف قوي. تمام، بعد كده اللي هو الاميونولوجيكال اجنورانس، التجاهل المناعي. تمام، بيقول ايه بقى الاميونولوجيكال اجنورانس ده؟ بيقول ان هو nothing happens to the self reactive immature B cells، ما بيحصلهاش اي حاجه، هي self reactive immature B cells. تمام، مش هتقابل الانتيجين بتاعها خلاص، وهتفضل طوال حياتها عندها جهل او عدم علم بايه هي السيلف انتيجين اللي هي سبيسيفيكلي. خلاص، بسبب ده نتيجه ايه؟ وجود عده اسباب. تمام، اول حاجه ان الانتيجين ده نفسه السيلف انتيجين ده may be not accessible للاماتيور بي سيلز سواء كان في البوم مارو خلاص، او لو هي لسه طالعه جديد في السبلين. احنا عارفين طبعا في السبلين في النورمال بي سيل ديفلوبمنت جزء منه كبير في البون مارو وبيكمل جزء منه بسيط في السبلين. خلاص، فطول الفتره اللي هي قعداها دي ما واجهتش الانتيجين اللي هي السبيسيفيك لي خلاص، او هو مش نوت اكسسبل للاماكن دي، ولا هو اكسسبل للبون مارو ولا هو اكسسبل للسبلين. خلاص، او السيلف انتيجين ده موجود فعلا بس موجود في كميات ضئيله جدا 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 غير كافيه ان هي تعمل سترونج سيجنالز للبي سيلز عشان تعمل لها انهيبيشن، او البايندنج نفسه للسيلف انتيجين للبي سيل ريسبتور برضو بيبقى فيري ويك فيري ويك. تمام خلاص، في الاخر هي كان نوت اكتيفيت اني سيجنالز. تمام، عشان تبقى ايه؟ اكتيف سيلف رياكتنج بي ليمفوسايتس. خلاص، يبقى هو الاجنورنس ده مرتبط بثلاث حاجات، ان هي السيلف انتيجين مش اكسسبل للبون مارو او السبلين، او موجود ات لو كونسنتريشن، او اللي هو بيعمل بايندنج للبي سي ريسبتورز بيبقى ويك بايندنج. خلاص تمام، الاميونولوجيكال اجنورانت الماتيور بي سيلز دي نواه الاوتو اميونيتي بعد كده. خلاص، لو حصل تغيير في الشروط اللي هي بسببها ignorant، زي مثلا بدل ما هو كان السيلف انتيجين ده نوت اكسسبل تو بون مارو اند سبلين بقي بعد كده اكسسبل في مكان تاني، خلاص ممكن يحصل اوتو رياكشن. ممكن الانتيجين ده فجأة حصل ان هو بقي ات هاي كونسنتريشن، تمام، حصل دامج في حتة معينة زي انفكشن انفلاميشن اي مشكلة حصلت تروما، فجأة الانتيجين ده بقي ات هاي كونسنتريشن، تبدا السيلف رياكتيف بي سيلز تشتغل. تمام، بعد كده ممكن برضو لو هي البي سيلز الانتيجين ده بايندنج ليها ويكلي، ممكن يحصل تحورات في الانتيجين ده يخلي البايندنج للبي سيل ريسبتورز بيبقى مور سترونجر. تمام، فبالتالي زي في حالات مثلا الانفلاميشن والانفكشن ممكن يغير في تركيبه الانتيجين، فبالتالي في الاخر المحصله ان هو كل الشروط اللي هي بتخلي البي سي ال دي immunologically ignorant بتبقى اكتف، وتقدر تدينا بعد كده
او تعمل ديفولوب للاوتو اميونيتي. اخر حاجة عندنا البريفرال بي سيل تولرانس. تمام، في برضو عندنا كذا ميكانيزم. اول ميكانيزم اللي هو ديليشن باي ايبوبتوزيس، خلاص. ميكانيزم هو الانرجي او الفانكشنال unresponsiveness. يبقى هنا في حاجات متشاركة ما بين السنترال والبريفرال، الديليشن والانرجي، خلي بالكو. تمام، الريسبتور ايدريتنج ده بوجود بس في السنترال تولرانس. طيب الانرجي او الفانكشن unresponsiveness دي ايه سببها؟ سببها حاجتين، خلاص. اول حاجة engagement of inhibitory receptors بتاعت التي سيلز، خلاص، فبالتالي بتبرديوس او بريفنت الاكتيفيشن بتاع البي سيلز وتخليها في حاله الانرجي دي. او تاني سبب اللي هو الابسنس اوف تي سيل هيلب. اي بي سيلز عشان تبدا تشتغل اكتيفيت تحول بلازما سيلز وتفرز اميونوجلوبولينز عايزه لازم سي دي 4 تي سيل هيلب او الهيلبر تي سيل تديها سيجنال كده. السيجنال دي معروفه اللي هي سي دي 40 ال 3040 بايندينج، اللي هو البايندينج ما بين السي دي 40 والسي دي 40 ال، خلاص. تمام، السيجنال دي اللي هتروح، طبعا هي السيجنال دي ليها رول في الاكتيفيشن للتي سيل وليها رول برضو اكتيفيشن للبي سيلز، بتخلي البي سيلز دي ايه تاخد سيجنال تبقى اكتيفيتد وتبدا تتحول لبلازما وتفرز الاميونو جلوبولينز، خلاص. تمام، طيب هنا التي سيل هيلب ده مش موجود عشان يحصل البايندنج ما بين السي دي 40 والسي دي 40 ال. ليه مش موجود؟ اول حاجه لان السيلف رياكتيف تي سيلز نفسها مش موجوده، خلاص. تمام، هي حصل لها اليمينيشن او توليرانس او اي حاجه، فهي مش موجوده عشان تعمل ايه الهلب ده، خلاص. فهو ده السبب الرئيسي ان هي ممكن ما تاخدش التي سيل هيلب بتاعها. تمام، طيب هي التي سيل دي حصل لها inhibition by engagement of inhibitory receptors او absence of تي سيل هيلب. المحصله بتاعت الاثنين دول ان هي مفيش اي activation for survival او اي signal للسرفايفر وصلت للبي سيلز. بتقعد بقى البي سيل تقضي فترات حياتها القصيره، تمام، وبتبدا ايه تطلع بره الليمفويد فوليكل وبيحصل لها death بعد فتره صغيره عشان هي مفيش اي سيرفايفل سيجنالز وصلت لها. تمام، ده اللي هو الانرجي او الفانكشن ان ريسبونسيفنس، واللي هو قلنا حاجتين اللي هو بسبب الانجيجمنت اوف انهبيتوري ريسبتورز او الابسنس اوف تي سيل هيلب. السلايد دي هتكلم عن ايه بقى؟ عن الفاكتور ذات ديتيرمين ذا اميونوجينيسيتي اند توليروجينيسيتي of protein antigens. البروتين انتيجنز ده لما بيبقى يدخل الجسم الاميون ريسبونس هيتعامل معاه بواحده من طريقتين، يا اما يعتبره اميونوجين يا اما يعتبره تولروجين. تمام، على اساس ايه القصه دي؟ هو ده اللي هنحكي فيه في السلايد دي. عندنا العمود ده خاص بالفيتشرز ذات فيفور تولروجينيستي، والعمود ده فيه الفيتشر ذات فيفور اميونوجينيستي. تمام، طب نبدأ نقطة نقطة كده نشوف الفرق. أول حاجة البرزيستنس بتاع الأنتيجين، خلاص. لو الأنتيجين ده البروتين أنتيجين ده في برولونجد اكسبوجر للبروتين أنتيجين ده هيبقى هيعمل إيه؟ leading to persistent TCR engagement، هتحصل negative feedback inhibition في الآخر، ويبقى ال T cells متعودة على البروتين أنتيجين ده ويبقى إيه؟ تبقى فيه tolerance في الآخر، خلاص. تمام، بينما الشورت ليفت بروتين انتيجين اللي ما بتقعدش كتير، خلاص، دي بتعمل الاميون ريسبونس بيحصل لها اليمينيشن. لما يحصل ري اكسبوجر بيدونا بعد كده السكند اميون ريسبونس وهكذا. فكون الانتيجين ده ظهر واختفى من الجسم ده ممكن يخلي ان هو الجسم يعتبره دايما اميونوجين، وكل مرة يجي فيها ويختفي يبدأ الجسم يدي ضده immune response. تمام، يبقى أول حاجة الـ persistence of protein antigens. تاني نقطة هو الـ portal of entry أو اللوكيشن بتاع البروتين antigen ده.
البورت اوف انتري لو انت هتدخله عن طريق الانترافينس او الميكوزال روت، البروتين انتيجين ده هيدخل على الانترافينس او ميكوزال روت، ده ممكن يؤدي ان في يحصل له تولرانس، تمام. بس لو هتدخله في السبكيوتينيوس او الانتراديرمال روت ممكن يحصل له اميون ريسبونس، تمام. برضو وجود البروتين انتيجين ده في الجينيريتيف اورجانز او البرايمري ليمفويد اورجانز بيساهم اكتر انه يبقى يتعامل مع الجسم كانه تولرجين. ولو ابسنت، لو البروتين انتيجين ده ابسنت فروم جينيريتيف اورجانز هيتعامل معاه كانه اميونوجين. خلاص، في واحده من الثيرابيتك ابروتشز ان هو بيحقن البروتين انتيجينز، تمام، اللي بيحتاجها مثلا حد معين هيكون ضدها انتي بودز، بيحقنها في الثايموس. الثايموس الثايموسايتس او الديفلوبينج تي سيلز الموجوده في الثايموس بتتعرف على البروتين المحقون في الثايموس ده، فبالتالي بتكون بتعتبره ايه بتعتبره بتبقى تولروجينيك تجاهه، وما بتعمل او تبقى ايه انديوس تولرانس تجاهه، تمام، وبالتالي ما بتعملش اميون ريسبونس بعد كده لما بيبقى البروتين ده ادمنستريتد عادي في الجسم. فدي واحده من الايه من الاستادي ابروتشز بتاعه ازاي اعمل اميون تولرانس. طيب النقطه اللي بعد كده عندنا اللي هو بريزنس اوف ادجوفانس، تمام. الادجوفانس دي عبارة عن materials، ممكن تبقى microbial products أو synthetic products، وظيفتها إن هي بتعمل إيه؟ بتعمل production of costimulation. خلاص، تمام، بتعمل costimulation. الأدجفنت لو هي موجودة، خلاص، لو هي مش موجودة بيبقى في absence of costimulation، يخلي الأنتيجين ده يمشي في اتجاه يبقى تولرجين. لو الأنتيجين اتحقن معاه adjuvant، تمام، فبالتالي هيحصل فيه co-stimulation، فبالتالي الهيلبر تي سيلز هتبقى stimulated ويبقى الانتيجين ده immunogenic، تمام. فدي برضو ال presence of adjuvant، لو هو مش موجود هيحصل absence of co-stimulation هيبقى تيلرجين، لو هو موجود خلاص الادجوفنت يبقى هيحصل stimulation في موجود co-stimulation، وبالتالي بيحصل stimulation للهيلبر تي سيلز هيعتبر كده ان هو immunogen. اخر نقطة عندنا اللي هي properties of antigen presenting cells، تمام. لو ال antigen presenting cell اللي هي present antigen ده كانت في الحالة دي immature او resting antigen presenting cell، زي ال immature او resting dendritic cells اللي هي بتبقى موجودة في السكن اللي هي Langerhans cells، تمام، بتبقى هنا resting cells. خلاص، طالما هي ريستنج يبقى ما عليهاش بي 7 مولكيولز بكميه كبيره، هتبقى له ليفلز اوف كوستيميليتر بي 7 مولكيولز، وفي نفس الوقت سكريت سيتوكاينز بكميه قليله، تمام. طالما هي ريستنج تي سيلز كده، ريستنج انجي بريزنتنج سيل، يبقى الانتج ده هيبقى تيلروجينيك. خلاص، طب لو هي حصل ان هي اكتيفيتد بكم ماتيور دندريتك سيل اند اكتيفيتد، هتعمل اكسبريشن لهاي ليفل اوف كوستيميليترز، وبالتالي تعمل اكتيفيشن للهيلبر تي ريسبونسز، وبالتالي هتبقى البروتين انتيجين ده يعتبر ساعتها اميونوجينيك. خلاص، يبقى دي الفاكتورز ذات ديتيرمين ذا اميونوجينيسيتي اند تولروجينيسيتي اوف بروتين انتيجينز. طبعا جدول زي ده ظريف، ممكن يبقى ايه عرضه ليكوا في اسئله الام اس كيو، تمام. يتحط البوينتس ويحط نقطه مخالفه يقول لك all of the following except، وانت تتعلم على الاكسبت دي بقى ايه. النقطة اللي هتكلم عليها بعد كده هي التوليرانس تو مايكروبيوم. ايه المايكروبيوم ده؟ ده عبارة عن a huge number of microbes بتبقى resident في ال intestinal tract وفي ال respiratory tract، وتبقى موجودة برضو على السكن، تمام. احيانا بتعمل كذا function، من اهمها اللي هي في الجي اي تي مثلا، بتعمل في الانتستين بتعمل digestion وabsorption of food، والمين function بتاعتها هي ان هي prevent the overgrowth of potentially harmful organisms. يعني اي harmful organisms او pathogens بتبقى موجودة بيفيدها العدد الكبير بتاع
بتاع الهيج نمبر اوف مايكروبس دي بتاعت الميكروبيوم بتعمل كومبيتيشن مع الهارمفول باثوجنز على النيوترانس الموجوده، فبالتالي بتمنع الاوفر جروث بتاعها. تمام، ده المين فانكشن بتاع الميكروبيوم. المفروض الميكروبيوم ده عباره عن فورن انتيجنز، يحتوي على فورن انتيجنز بالنسبه للجسم. تمام، والفورن انتيجنز دي اكيد فورن ليه؟ عشان هي مش اكسبريسد في البرايمري ليمفويد اورجانز. تمام، فبالتالي المفروض يحصل اميون ريسبونس اجينست الميكروبيوم، بس نورمالي ما بيحصلش تولرانس، ما بيحصلش اميون ريسبونس، بيحصل تولرانس تو مايكروبيوم. ايه السبب في القصه دي؟ في الجت على سبيل المثال لقوا ان في كذا سبب، اهمها ان في فيزيكال بارير موجود اللي هو الابيثيليال انتجريتي، الجات ابيثيليوم دي بيبقى انتجريتد كويس، و و والانتجريشن ده بيساهم ان يبقى في بارير سيبريت ما بين الميكروبيوم اللي بره والانتستاينال اميون سيستم الموجود جوه. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه اللي هي ان في حاجه اسمها في الانيت اميونيتي خدناها اسمها باترن ريكوجنيشن ريسبتورز، دي واحده من الريسبتورز بتاعت الايه البرايم بتاع النيت اميون ريسبونس. من اشهرهم التول لايك ريسبتورز، التول لايك ريسبتورز اللي هي موجوده على الدندريتك سيلز. المفروض التول لايك ريسبتورز دي لما تعمل بايندنج للانتيجنز اللي هيحصل لها، هيحصل لها اكتيفيشن، هتعمل اكتيفيشن للايه للانيت اميون سيلز، من اهمهم الدندريتك سيلز. خلاص، لقوا ان التول لايك ريسبتورز الموجوده في الانتستاينال في الانتستين لقوها ان هي ما بتعملش قصه الاكتيفيشن، لا بتعمل انهيبيشن للدندريتك سيلز. تمام، فتمنع ان الانيت اميون ريسبونس يحصل. تمام، فهي الرول بتاعها انهيبيشن راذر ذان اكتيفيشن. تمام، في بعد كده تالت نقطة اللي هي الريجولاتوري تي سيلز موجودة بكميات كبيرة. تمام، في المنطقة بتاعت الايه الانتستاينال ميكوزا والريسبيراتوري تراكت وفي الاندر سكن. تمام، الريجولاتوري تي سيلز دي طبعا حكينا طبعا الرول بتاعها ايه والميكانيزم بتاعها ايه. اهم حاجة في الميكانيزم بتاعها ان هي بتفرز الانهبيتوري سايتوكاينز زي انترلوكين 10 والتي جي اف بيتا اللي بتعمل inhibition للسيل mediated immune response. طيب على نفس النهج برضو، ما هو المذر البريجنت مذر في جوه بطنها فيتس، تمام، ليه بيحصل تولرانس برضو للفيتال انتيجنز؟ تمام، ده اللي هنتكلم عليه في النقطة دي. بيعتبروا الفيتس والبلاسنتا دول immunologically privileged sites، immunologically privileged sites معناها مواقع ذات حصانة من الاميون سيستم، يعني الاميون سيستم ما يقدرش يقرب للمواقع دي. ومن أمثلة تانية للمواقع دي زي الاي، زي السنترال نيرفس سيستم، زي التستس، دي كلها اسمها immunologically privileged sites. تمام، عندنا ايه الميكانيزمز اللي بيخلي الفيتس والبلاسينتا دول immunologically privileged sites، او ايه هي الميكانيزمز اللي هي بتؤدي ان في وجود اميون تولرانس تو فيتال انتيجنز؟ عباره عن كذا ميكانيزم، اشهرهم اللي هنقوله دلوقتي. اول حاجه الفيزيكال بارير، برضو زي هناك زي ما قلنا للميكروبيوم، في فيزيكال بارير بتفصل ما بين المذر والماتيرنال، الماتيرنال والفيتال سيركيوليشن. تمام، عن طريق البلاسنتا، البلاسنتا نفسها اكت از ا بارير. هي عباره عن ايه البلاسنتا؟ عباره عن مالتيبل لايرز، في حاجه اسمها بلاسنتال تروفوبلاست سيلز، وفي سينسيتيو تروفوبلاست لاير، وفي اندوثيليال سيل لاير. تمام، السيلز دي اللي بتعمل لايرز، اللايرز دي بتبقى فيها انتجريتي، تمام، ما بين السيلز وبعضيها، وبالتالي بتبقى باريرز بتبعد الماتيرنال والفيتال سيركيوليشن مع بعض، فبالتالي ما بيوصلش الفيتال انتيجين غالبا للايه للمذر. تمام، فالبارير ده بيعمل بريفنت الدايركت كونتاكت بتوين ماتيرنال اميون سيلز اند ذا فيتال انتيجينز. ده اول حاجه اللي هو الفيزيكال بارير. تاني نقطه،
في حاجة اسمها HLA-G molecules، تمام؟ دي بتبقى expressed on placental trophoblast cells. احنا خدنا ال HLA عندنا في class 1 و class 2، خلاص؟ الكلاس 1 اللي احنا عارفينهم ال A وال B وال C، الكلاس 2 اللي هما ال DR وال DB وال DQ، تمام؟ دول بيسموهم الكلاسيكال HLA molecules. عندنا حاجة اسمها كلاسيكال HLA class 1 molecules اللي هما ال HLA وال HLB وال HLAC، تمام؟ وفي نون كلاسيكال HLA class 1 molecules، تمام؟ non classical HLA class 1 molecules، تمام؟ من اشهرهم ال HLA-G ده، خلاص؟ ده عبارة عن HLA molecules ليه رول برضو في الانتيجين presentation، تمام؟ ولقوا انه موجود expressed on placental trophoblast cells، وليه رول في الايه بقى، في الاميونوسبريشن، في الاميونوسبريشن، تمام؟ اول ما هو بريزنت الانتيجنز الموجوده بتاعت الفيتس لو حصل يعني، تمام، للسي دي 4 او السي دي 8، بدل ما يعمل لهم اكتيفيشن بيعمل لهم انهبيشن، تمام، انهبيشن للتي سيلز، خلاص. فده الرول بتاعه هنا انهبيتوري، انهبيتوري، خلاص. وده ما يميز البلاسينتا في وجود الاتش ال اي جي مولكيولز دي. في نقطه كمان ان هو بيعمل انتر اكت مع سيرفيس ريسبتورز موجوده على الناتشرال كيلر سيلز، تمام. البايندنج بتاع الاتش ال اي جي مولكيولز للانهبيتور ريسبتورز دي بيؤدي في الاخر ان في انهبيشن للان ناتشرال كيلر سيل اكتيفيتي، تمام. يبقى هو بيلعب بطريقتين، اول طريقه اللي هي انهبيشن للتي سيلز سي دي 4 وسي دي 8 عن طريق برزنتيشن للانتيجنز، بدل ما يدي اكتيفيشن بيدي انهبيتوري سيجنال، وبرضه بيعمل بايندنج للناتشرال كيلر سيل مولكيولز الريسبتورز الموجود عليها، بيدي انهبيتوري سيجنالز لمين؟ للناتشرال كيلر سيلز. طيب ده تاني نقطة هي اتش ال اي جي مولكيولز. تالت نقطة، في ابسنس اوف ام اتش سي كلاس 2 اكسبريشن اون ذا بلاسينتا، تقريبا مفيش كلاس 2 ام اتش سي كلاس 2 برزنتيشن اون بلاسينتا، تمام. يعني ما بنشوفش انتيجين بريزنتنج سيل على ام اتش سي كلاس 2. تقدر تعمل برزنتيشن للانتيجين للتي هيلبر، للتي سايد اوف سي دي 4 تي سيلز اللي تبقى بعد كده تي هيلبر، وتعمل لي ايه بقى، التي هيلبر 1 او تي هيلبر 2 اميون ريسبونسز. الكلام ده مش موجود لان اصلا ما فيش ام اتش سي كلاس 2 اكسبريشن في البلاسنتا، خلاص، تمام. فدي النقطه الثانيه. ثالثه، بعد كده في ريجوليتوري تي سيلز. الريجوليتوري تي سيلز دي حكينا فيها كتير النهارده، تمام، برضو ليها رول كبير. ولقوا ان ال during pregnancy the number and activity of regulatory T cells بيبقى increased particularly at the maternal fetal interface، تمام، في الجزء اللي هو اللي بيواجه فيه المذر بالفيتس اللي هي البلاسينتا، بيلاقوا فيه number of regulatory T cells كبير، تمام. طبعا هي ليها رول محترم قلناها في ان هي بتعمل انهبيشن انهبيشن للاذر اميون سيلز زي التي سيلز والناتشر كيلر سيلز عن طريق الانهبيتوري سايتوكاينز اللي بتفرزها زي الانترلوكين 10 والتي جي اف بيتا. ده النقطه الرابعه اللي هي ريجيلاتوري تي سيلز. النقطه اللي بعد كده عندنا اللي هي حاجه اسمها تروفوبلاست سيرفيس اكسبريشن اوف انهبيتوري مولكيولز، خلاص. التروفوبلاست سيلز بتاعت البلاسينتا عليها على السيرفيس بتاعها في تو انهبيتوري مولكيولز مشهورين، البي دي ال 1 والفاس ال، تمام. بي دي ال 1 قلنا في حاجه اسمها بروجرامد سيل ديث بروتين 1، لسه قايلين عليه من شويه، تمام. ده من السي دي 28 فاميلي، وقلنا ان هو بدل ما بيعمل اكتيفيشن بيعمل انهبيشن للتي سيلز، خلاص. الليجند بتاعه مين بقى؟ الليجند بتاعه اللي هو بي دي ال 1 وبي دي ال 2. البي دي ال 1 موجود على الايه؟ التروفوبلاست سيرفيس بتاع البلاسينتا، خلاص، تمام. وفي برضه مولكيول تاني اللي هو الفاس ليجند اللي هو بيعمل اكتيفيشن للاكسترنسك باث واي بتاع الابوبتوسس، خلاص، بيعمل بايندنج للفاس مولكيول الموجود على التي سيلز، تمام،
وبيعمل اكتيفيشن، بيعمل ديث سيجنال، ديليفر ديث سيجنال للتي سيلز، وعن طريقها اللي بيبقى فيه ايه اكتيفيشن للاكسترنال باث واي اوف ايبوبتوسيس اوف تي سيلز. طيب بعد كده الاخر حاجه عندنا الهرمونال ريجوليشن. في البريجنسي بيحصل ان في بروجسترون بكميه كبيره وفي استروجين بكميه كبيره بيتفرزوا. الحاجات دي كلها ليها رول، حاجه اسمها اميون موديليتنج رول، تمام، بتعمل موديليشن الاميون ريسبونس. في صورة ايه؟ في صورة ان هي بتعمل بتزود البرودكشن بتاع البرو انفلاماتوري، بتعمل انهيبيشن، سوري، انهيبيشن للبرودكشن بتاع البرو انفلاماتوري سايتوكاينز زي التي ان اف الفا والانترلوكين 1 والانترلوكين 6. الانهيبيشن للبرو انفلاماتوري سايتوكاينز دي بيؤدي في الاخر ان بيبقى ليها انتي انفلاماتوري افكت. ده اول سكة. تاني سكة ان هي الهرمونز دي بتعمل تي سيل اميونو سبريشن، تمام، بتعمل تي سيل سبريشن، فبالتالي ايه، فبالتالي بتساهم في الايه، في التولرنس اوف ذا اميون سيستم تو فيتال انتيجنز. يبقى احنا عندنا اشهر 6 ميكانيزمات موجودين في القصه دي: الفيزيكال بارير، الاتش ال اي جي مولكيولز اللي هي بتبقى ليها انهبيتوري رول او سبريشن للتي سيلز والان كي سيلز، قلنا بعد كده الابسنس اوف ام اتش سي كلاس 2 اكسبريشن، قلنا بعد كده وجود ريجوليتوري سيلز بكميه كبيره في الاماكن بتاعه البلاسينتا دي، بعد كده التروفو بلاست سيرفيس اكسبريشن اوف انهبيتوري مولكيولز اهمهم البي دي ال 1 والفاس ليجند، وبعد كده اخر حاجه الهرمونال ريجوليشن. احنا بكده نكون ايه، خلصنا الجزء بتاع الامين تولرانس، وهندخل في الجزء بتاع الاوتو اميونيتي، تمام. التولرانس تو فيتال انتيجين ده سؤال مهم ممكن يجي امتحان. التولرانس تو مايكروبيوم في الجات مايكروبيوم ده ممكن يجي برضو شورت نوتس في سؤال في الامتحان، فدول يا ريت نركز فيهم ان شاء الله، وبالتوفيق، شكرا جزيلا.